في أول أخبارنا، ترأس سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية لشرطة دبي، وفي جلسته التاسعة للعام الأكاديمي 2015 و2016 بحضور سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب وبقية أعضاء مجلس الإدارة، استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جداول الأعمال، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة إلى جانب اعتماد توصيات لجان المناقشة والحكم على 4 أطروحات في برامج الدكتوراه والماجستير المقدمة من عدد من الطلبة والطالبات. كما ناقش الاجتماع تشكيل فريق عمل مراجعة لائحة أكاديمية شرطة دبي ومشروع اللائحة المقترحة، وكذلك تشكيل لجنة الترقيات العلمية للعام الأكاديمي 2015 و2016. صممت القيادة العامة لشرطة دبي جهازا جديدا يمكنه رصد مخالفات كتف الطريق بدقة عالية بما يتمتع به من ميزات تقنية متطورة، والذي أثبت فعالية كبيرة في ضبط السيارات المخالفة خلال تجربته. وأكد سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن الجهاز الجديد يتميز بالمرونة ومزود بكاميرا عالية الدقة وكاشف صوتي، بما يساهم في ردع المخالفين ويحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في ضبط أمن الطريق وسلامة مستخدميه وخاصة في الطرق الخارجية، لافتا إلى أن مخالفة التجاوز من كتف الطريق لها انعكاسات سلبية خطرة، لأن بعض السائقين يتجاوزون بسرعات عالية من تلك المنطقة ما يزيد من احتمالات الاصطدام بهم، موضحا أيضا أن هناك سائقين يتجاوزون بسرعات عالية للمساحة الموازية للخط الأصفر غير المخصص للسير من قبل المركبات، ما يزيد من احتمالات الاصطدام بمركبات متوقفة لسبب ما أو يعرقل السيارات المارة بحالة طوارئ، وخاصة سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني. استعرض المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني من القيادة العامة لشرطة عجمان مهام أول دورية مرورية لطائرة بدون طيار على مستوى الدولة من قبل القيادة العامة لشرطة عجمان، وقال أن وزارة الداخلية تهتف لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة من خلال الدفاع المدني والدوريات، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء أول دورية مرورية جوية في مهامها لمراقبة الشوارع وتوثيق الحوادث الخطيرة الخاصة بالحوادث المرورية ومراقبة حركة السير لمدة تصل 20 دقيقة ومتابعة المركبات المخالفة وضبط المخالفات وغيرها من المهام الأمنية. نعيم إلى فريق الدوري الطائرة يقسم عليها جب. جيد، أرسلت معك بوضوح. صحيح، يوجد ازدحام شديد على شارع الاتحاد في الاتجاه إلى منطقة النعيمية. بإمكانك التوجه إلى الموقع ومفاتنة بالتفاصيل. علم بالاتجاه للموقع المذكور. نعيم أجب. أجب. الطائرة المرورية جاهزة للإقلاع وتم أخذ الإذن من الطيران المدني، وسنواصيكم بالبث حاليا لحالة الطريق وسبب الازدحام. سلام. نعيم، كيف تسمعني يا جد؟ أرسل. للعلم، تم تحديد سبب الازدحام، وذلك بسبب عدم التزام السائقين وخط السير الإلزامي وكثافة المركبات الطبيعية. سلام. ذلك تم تحرير بعض المخالفات للسيارات المخالفة. سلام تظهري. يرجع إرسال رقيب سير للموقع لتنظيم حركة السير. سلام، يعطيكم العافية. كرم سعادة العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة مجموعة من الضباط والأفراد والمستخدمين العاملين في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، وذلك نظير تميزهم في العمل وجهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاز الساحة الجديدة لحجز المركبات في منطقة الساعلي، مما كان لاجتهادهم دور كبير وبارز في إنجاز العمل والانتهاء من إعداد المقر الجديد في وقت قياسي، واستحق الإشادة والتكريم. ثم انتقل سعادة العميد جمال الطير لموقع العمل لتكريم المحتفى بهم وتقديرا لهم على عملهم. إذن أعزائي المشاهدين، كانت هذه فقرة العين الساهرة وأخبار وزارة الداخلية. بعد الفاصل فقرة شباب الدار والابتكار، لا تروحون بعيد عنا.